срещне. Ай. Ай, шуфафат. Тамам. Тамам? بس مو لازم يصعد شوية؟ اي هيك احسن. خلي يقوم يصعد. اوكي. مساء الخير والمحبة على عيونكم متابعينا متابعين صياغة جودي، تحية طيبة لكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم راح رجعنا لكم بث جديد وبضاعة جديدة، راح نحكي شوية انا وياكم على الذهب، سعره، اجورنا، على كل شيء، على كل استفساراتكم راح نجاوبكم. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم نبيع ب 320 نبيع ب 310 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي 4000 فقط على الغرام. بيش الذهب اليوم؟ اليوم الذهب ب 320 ب 320 نبيع ب 310 نشتري من عندكم. اليوم حابه اشوفكم بضاعه جديده وصلت لنا اليوم، فحابه اعرضها لكم وارد على استفساراتكم، بعض من استفساراتكم لان ما لحق لكم. نشوف عندنا ذني الملاوي. شوفوا لي ذول الملاوي. ونشوف اوزانهم واسعارهم انا وياكم. مساء الخير، مساء الورد على عيونكم، اهلا وسهلا. شوفوا لي ذول الملاوي، ومثل ما اقول لكم دائما انه اي قطعه تعجبكم تقدرون تاخذون سكرين لهم وتدزون اياهم على الخاص على مود اللي ما يلحق يشوفه، فننطي تفاصيله على الخاص كوزن وسعر. نشوف وزنهم انا وياكم. وزنهم 67 غرام و 690. سعرهم 5 ملايين و215. اي قطعة تعجبكم تاخذوا لها سكرين. سعرهم 5 ملايين، مو قلت اي 5 ملايين و215. وين مكانكم؟ مكان عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. واشوفكم ذول الملاوي. شوفوا لي ذول الملاوي، يعني اشياء كلش حلوه وبضاعه جديده، يعني البضاعه هنديه. تمام، هنديه. شوفوا شلون جمال وترتيب. نشوف وزنهم. وزنهم 73 غرام و 940. سعرهم 5 ملايين و25 ألف. السعر 5 ملايين و25 ألف. أي قطعة تعجبكم هنا تقدرون تأخذوا لها سكرين. طبعا إجورنا أرخص إجور على مستوى العراق، إجورنا هي فقط 4000 على غرام. كل القطع اللي موجودة متوفرة عندنا بالمحل، هي إجورها 4000 على غرام. إيش قد سعر الذهب؟ سعر الذهب اليوم 320 نبيع و 310 نشتري من عندكم. نشوف دولي التراشي. دولي التراشي دولي هم هندية مو تمام؟ لا لا خليجي. خليجي هاي خليجية اللي قديما كانوا يسمونها صباح الخير هيك شيء. ها هن ذني. اي شوفوا لي. طبعا انا هواي دائما اشوف شكلهم بس ما على بالي اسمهم صباح الخير. شت اسمع صباح اول يعني اسمع صباح الخير بس ما ادري هن ذني. شوفوهن شلون كل يعني كلش حلوات. نشوف وزنهم. طبعا هن وزنهم 16 غرام 16 غرام و 660. سعرهم 1,130,000. السعر 1,130,000. طبعا بالنسبه لموضوع التراشي اكو تراشي خشنه اكو ناعمه هسه اي اكيد اكو تراشي حين ناعمه. اي يعني اللي يسال انه تطلعون فقط اللي اشياء الضخمه؟ لا, لا, لا بالعكس اي شيء تردون متوفر عندنا اذا كان ناعم او يعني خشن. الضخم. نشوفكم المحبس. فتحنا اي شوفوا لي هذا المحبس يعني يوضح عندكم. اي كلكته هندي. نشوف وزنه وسعره. هو وزنه 7 غرامات و960.
سعره 540,000، سعره 540,000. اريد سبحة رجالي ذهب عندكم، نعم متوفر، اي شيء تردونه موجود عندنا، اي شيء تحبونه كصياغه، يعني حتى الاشياء اللي ما متوفره نقدر نوفرها لكم. صياغه اللي سال على صياغه، الصياغه متوفره عندنا حسب المواديل اللي انت رايده، والصياغه مدتها يعني 10 ايام. شوفوا لي ذول الحجول، ذول حجول تركي لو ايطالي، اي تركيه، حجول تركي. وزنهم نشوف لكم وزنهم، الوزن 64 غرام و870، سعرهم 4,410,000، سعرهم 4,410,000. شوفوا شلون قطع، يعني قطعة كلش حلوة وتجنن، يعني واي يعني مثل ما قلت لكم انه اي قطعة هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين، حتى اللي ما لحق على البث انه يقدر، هو البث موجود موجود يبقى محفوظ بالبيج، فتقدرون ترجعون للبيج وتشوفون البث، واي قطعة تعجبكم تاخذوا لها سكرين وتدزون اياها للي ما لحق، نعطيكم اياها على الخاص كوزن وسعر. شوفوا لي ذولي الملاوي قطعتين، طبعا الملاوي انا قلت لكم ذاك اليوم الملاوي انه اي قطعه يعني اذا تعجبكم القطعتين او قطعه واحده عادي ماكو مشكله، تقدرون تاخذون قطعه واحده او قطعتين منها فماكو مشكله. نشوف وزنهم، وزنهم 75 غرام و270، سعرهم 5,120,000، سعرهم 5,120,000. عرضين الحجول الخفيفة السلاسل، تمام تدللون. أكمل لكم ذولي وأعرض لكم أي شيء تردونه. شوفوا لي هذا الزنجيل، بس أريد أي شوفوا لي هذا الزنجيل الحصيرة، طبعا هذا كل اللي عرضت لكم كله بضاعة جديدة من اللي البضاعة اللي وصلتنا اليوم. شوفوا لي هذا الزنجيل اللي يكون حصيرة، يعني كلش حلو ونازك. نشوف وزنه وسعره أنا وياكم، وزنه 15 غرام، سعره 1,025,000، سعره 1,025,000. طبعا اللي دي يسأل انه الاوزان مال الحصيرة او اي كارتير، طبعا كلها اوزان، اوزان واحجام مختلفة. مثلا عندنا هذا الوزن مثل عينا، يعني وزن مختلف وحجم يختلف، يعني اذا ها، وللعلم انه موجود سوار، اهم سوار وتراتشي اله، اي كارتير تردونه موجود سوار وتراتشي، سوار وتراتشي، والعقد هو نفسه البعد. اي شوفوا مثل ما قلت لكم انه احجام مختلفه واوزان مختلفه، هذا دني الاثنين اللي طلعتهم غير ذاك اللي طلعته لكم قبل شويه. شوفوا يعني حجمه، اي حجمه يختلف، تقدرون اي او الاوزان والحجم هم يعني مالته اكو رفيع، يجي هذا الشكل ويجي هسه راح اي. ايش قد سعر الذهب اليوم؟ اليوم الذهب 320 نبيع و310 نشتري من عندكم، اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي 4000 فقط على الغرام. هذا الحصيره الموديل الثاني، يعني هذا موديل هذا موديل، هذا يصير اي واضح، هذا خشن، هذا ايطالي وهذا هندي ايطالي، هذا يصير يعني ناعم، هذا حبايه هذا خشن. على العموم يعني هذا موجوده كل الاوزان مالته، وهذا موجوده اي اذا كان هذا الموديل او هذا الموديل متوفر سوار وتراتشي من عندهم، يعني مو فقط العقد، يعني اثنيناتهم متوفرات سوار وعقد. سعر مال التراتشي الكبيره، هاي تراتشي اصغر منها. اي اي ذول اللي عربتهم اني قبل شويه، وذول نفسه بس اصغر. شوفوا الحجم يختلف، نشوف لهم سعرهم اللي ديسل على سعرهم، سعرهم 13 غرام و650، ها وزنهم، سعرهم 930,000، سعرهم 930,000.
يعني اشياء كلش حلوه ومرتبه. ايش قد سعر الذهب اليوم؟ اليوم الذهب ب 320 نبيع و 310 نشتري من عندكم. بالنسبه للتراشي طوال طبعا هواي سالونا عليها تراشي طوال، يعني بس موديلات مختلفه، عرضت لكم قبل فتره هماتين نفسهم بس شكلهم يختلف. اي شوفوا لي ذول التراشي يعني كلش حلوه وكلش ناسكه، يعني هواي سالوني على هيج تراشي طوال. نشوف سعر وزنهم، وزنهم 14 غرام و 690، سعرهم مليون، ذولي سعرهم مليون. اي قطعة تعجبكم مثل ما قلت لكم تقدرون تاخذوا لها سكرين وتدزونيها على الخاص اللي ملحق اندز تفاصيلها كوزن وسعر. مساء الخير وين مكانكم؟ عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اليوم الذهب 320 نبيع و 310 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي 4000 فقط على غرام. عندنا خدمة توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب، يعني وين ما تكون توصلك يوصلك الطلب وين ما تكون اذا كنت باي محافظة. نور عيونكم زينب حبيبتي، نور عيونك انتي. اعرض لكم المحابس الجدد طبعا اللي وصلتنا اليوم والحلقه. تمام شوفوا لي ذوي المحابس، طبعا هو يطلبوا لي اللي اعرض لهم محابس انه لازم يشوفون على ايدي، ولو اني على ايدي ما يكفن. شوفوا لي هذا المحبس يعني شلون حلو، يعني ايش قد ما تقدرون تسووا مشاركه للبث على مود يصعد يصعد البث ونعرض لكم كل شيء انتم تريدوه، كل شيء انتم طالبينه، بس تسووا لنا مشاركه للبث وتخلوه يصعد تزيد على المشاركات. شوفوا لي هذا المحبس ونشوف وزنه وسعره انا وياكم. هذا وزنه 9 غرامات، سعره 615000، سعره 615000. نشوف هذا المحبس اللي ويانا الثاني، شوفوا لي هذا المحبس يعني اشياء كلش حلوه وكلش يعني ناسكه. هذا وزنه 6 غرامات، سعره 415000، سعره 415000. تقدرون تاخذوا لهم سكرين على مود اللي ما لحق يقدر يندز له تفاصيله على الخاص. وشوفوا لي هذا المحبس، شوفوا شلون نزاكه يعني كلش حلو. هم اشوف لكم وزنه، وزنه 5 غرامات، سعره 345000، سعره 345000. نشوف المحابس، طبعا يعني هواي محابس هي وصلتنا اليوم، فاني دا اشوفكم جزء من عندهم يعني جزء بسيط من عندهم. هذا هم نفس المحبس، شوفوا لي هذا المحبس، هذا المحبس يعني شلون نزاكه واناقه، كلش نازك وحلو. نشوف وزنه، هذا هاي ايش قد؟ سعره 300000 هذا المحبس، هذا المحبس سعره 300000. طبعا ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم 320 نبيع و 310 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي فقط 4000 على غرام. عندنا خدمه توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب. ممكن السوار اللي بايدي، طبعا السوار هو وزنه 43 غرام، هذا السوار ايطالي 3 كيلر، ايطالي وزنه 43 غرام و410، سعره مليونين و950 الف، سعره مليونين و950 الف. ممكن محابس رجاليه اذا ممكن اي تدللون مهندس حسام تدلل من عيوني، هسه نشوف لك المحابس الرجاليه.
المحابس الرجالي. شوفوا رايكم ديالات اي اختاري كم قطعه يجمل ما يبين؟ اي لا اختاري اول شيء نشوف لهم هيك اذا ياخذوا لهم سكرين ونشوف لهم كم قطعه من عندهم هماتين. هنا تقدرون تاخذوا لي سكرين على مود اي قطعه تعجبكم اندز لكم اياها تفاصيلها على الخاص وهماتين اعرض لكم من عندها. شوفوا لي هذا المحبس اني دي يسأل على محابس رجالي. شوفوا هذا المحبس هو بالعكس لا لازم تصحيح هذا المحبس اشوف لكم اياه من كل جهاته اي من كل جهاته على مود تشوفوا بوضوح. اشوف لكم وزنه هو 18 غرام 18 غرام و500 سعره 1,260,000 سعره 1,260,000. اشوف لكم المحبس الثاني هذا المحبس يعني شيء كلش فخم وكلش حلو. نشوف وزنه 17 غرام 17 غرام 690 سعره 1,200,000 السعر 1,200,000. ممكن شالات نشوف تدللون. وهذا المحبس هم هذا هم رجالي. انا عرضت لكم الستاند هو كامل يعني ما اقدر اعرض لكم كل المحابس الرجاليه فعرضت لكم الستاند كامل هو وانتم اختاروا منه تاخذوا لي السكرين واختاروا مني المحبس اللي يعجبكم وندز لكم تفاصيله. هذا المحبس وزنه 10 غرامات 80 سعره ايش قد شوف دخربط بالاسعار اليوم سعره 740,000 هذا المحبس سعره 740,000. ونشوف هذا المحبس شوفوا هذا المحبس يصير مثل سير الساعة اي سير الساعة كلش حلو ومرتب. نشوف لكم وزنه 15 غرام سعره 1,020,000 السعر 1,020,000. اللي طلبوا حلق العريض حلق هواي يكون ديالات شوفوا يعني شوفوا لي دوري الحلق اللي هي طش الرمل اسمها. شوفوا شلون شقد حلوات. اي قطعة هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين اي قطعة تاخذوا لها سكرين وتدللون بذلكم تفاصيلها على الخاص. نشوفكم باقي الحلق. طبعا اني راح اعرض لكم يعني كم قطعة يعني مو كل الحلق فراح اعرض لكم حلق. انا عرضت لكم هسه النسائي تعال وذني الحلقات ذني نسائي يا صدق تحكي وذولي حلق رجالي وذولي حلق رجالي. شوفوا لي دول الحلق الرجالي. طبعا عندنا هواية حلق وهواية محابس بس دا اعرض لكم اللي يعني جزء من عندنا اللي دا اقدر عليه. طبعا هاي حلق نسيت اقول لكم انه هاي الحلقة وقعت هاي هنا لا هي نفسها هي هاي الحلقة هي مو فقط رجالية هاي نسائي ورجالي كل لبس عادي ماكو مشكلة ومحبسها وياها. شوفوا هذا المحبس مالتها وهذا طبعا الرجال عادي يقدر ياخذ بس الحلقة ويعني البنية عادي تقدر تاخذ الحلقة والمحبس كلش حلو او تقدرون تاخذون قطعة من عندهم وحدة ماكو اي مشكلة. بعد يا هني يا حلقة بقت ولو انه هواي حلقات انا هاي اي هاي شفت لهم يا عرضتها. هذا المحابس الانفينيتي شوفوا ايش قد حلو محابس رجالية متوفرة الباشا ليوثي. اي نعم استوني عرضتهم استوني عرضت المحابس يعني تقدر انه ترجع بالبيت وتشوفهم.
يعني عاد تقدر تاخذ لهم سكرين هماتين. شوفوا لي دول التراتشي، طبعا دول التراتشي متوفر بيهم سوار ومتوفر بيهم عقد اللي هو يمكن انا لابسته هذا. اي هذا اللي العقد اللي لابسته هو متوفر بيه هاي التراتشي مالته ومتوفر السوار هماتين، فتقدرون تاخذون كاملات السوار وتراتشي والعقد هو نفسه، او تقدرون تاخذون من عندهم قطعه واحده عادي ماكو اي مشكله. السوار السوار اللي انا لابسته هو 43 غرام، وزنه 43 غرام و410، سعره 2,950,000، سعره 2,950,000. المحبس اللي انا لابسته اشوف لكم وزنه وسعره، هذا المحبس اللي انا لابسته، شوفوا الفيكه مالته ايش قد حلوه، شوفوا فيكته كلش حلوه. نشوف وزنه وسعره، وزنه هو 7 غرامات، سعره 475,000. هذا سعره هذا هاند ميد ايطالي، هاند ميد ايطالي، اجوره فقط 4000 على غرام، سعره 475,000. اي قطعه تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين. السوارات تريدون سوارات تدللونها، سأعرض لكم اي قطعه انتم تردوها. شوفوا لي هذا المحبس، يعني دا اعرض لكم على قد ما اقدر محابس لانه هوايد يسالون على محابس. ونشوف هذا المحبس، طبعا كل اللي دا اعرضه اليوم هو كله بضاعه جديده وصلتنا اليوم. شوفوا هذا المحبس وهذا هماتين المحبس، دا اشوف لكم اياهن يعني بسرعه بسرعه، واي قطعه تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين. ايش قد سعر المحبس دمع حوراء حبيبتي؟ اي محبس منهم؟ شوفوا لي دولي البتوت، هواي طبعا يسيلون على بتوت فاحب اشوفكم دني البتوت. شوفوا كلش حلوات وشي مرتب وانيق، اي قطعة هنا تعجبكم تاخذوا لها سكرين، مثل ما اقول لكم دائما تاخذوا لها سكرين وتدزونا اياها. نشوف وزنهم، الوزن مالتهم 58 غرام، 58 غرام، سعرهم 3,950,000. دولي سعرهم 3,950,000. جنة المأوى اكو محبس اكس؟ نعم متوفر محابس اكس، راسلينا على الخاص وندز لكم اياهن. ونشوف دولي البتوت، يعني راح اعرض لكم هواي بتوت، فأي قطعة تعجبكم من عندهم تقدرون تاخذوا لهم سكرين. شوفوا دولي البتوت، شوفوا نقشتهم ولمعتهم، يعني شيء كلش مرتب وكلش انيقات وحلوات. نشوف وزنهم وسعرهم، وزنهم هو 79 غرام و410، سعرهم 5,195,000، 5,195,000. يوجد عثمان الجبوري، يوجد توصيل كردستان؟ نعم عندنا خدمة توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب، بأي محافظة بأي مكان كنت عندنا خدمة توصيل. نشوف ذول البتوت، عندكم تراتشي أطفال سعر 75؟ نعم موجود متوفر تراتشي أطفال، راسلونا على الخاص وندز لكم صورهم. شوفوا لي ذول البتوت، شوفوا شلون ترتيب وشلون جماليه ولمعتهم، يعني كلش حلوه تجنن. محابس حبي محابس رجالي الماس، للاسف نعتذر ما متوفر الماس. ذولا وزنهم 68 غرام، سعرهم 4,630,000، سعرهم 4,630,000. طبعا ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، سعر الذهب اليوم 320 نبيع و310 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي فقط 4000 على غرام. يعني اللي يمي قطعتوني راح انسى.
هم ارجع لكم، هم ارجع عيدهم. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اليوم سعر الذهب 320، نبيع و310 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على غرام. عندنا خدمه توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب، وين ما كنتوا تطلبون القطعه توصلكم لحد ما كنتوا. طبعا بعد شنو نعرض لكم هذا المحبس، هذا المحبس اللي دوخ الدنيا اليوم. الكل سيلت عليه. نشوف هذا المحبس، شوفوا شلون لمعه كلش حلوه وشلون نزاكه. نشوف وزنه وسعره. وزنه هو 6 غرامات و620، سعره 450 ألف، سعره 450 ألف. عفية أريد محبس حرف إتش، محابس أحرف. نعتذر جدا ما متوفر، يعني هاي تقدرون نقدر نصيغها لكم صياغة، فشرفونا المحل وتدللون. نشوف هاي البتوت، أكمل لكم باقي البتوت لأن ما كملتهن. شوفوا لي ذولي البتوت، ومثل ما قلت لكم إنه تأخذون سكرين لكل قطعة هنا اللي تعجبكم، طبعاً اللي تعجبكم تأخذوا لها سكرين على مود الإيميل حق على البث. يدزلنا تفاصيلها على الخاص، يدزلنا صورتها على الخاص وندزلكم تفاصيلها. نشوف وزنهم وسعرهم. وزنهم 96 غرام و430، سعرهم 6,555,000، 6,555,000. قلادة صغيرة عين جمانة، شوفينا تدللون. عمري تدللين هسه اشوفك عين جمانة. ممكن القلادة عين جمانة الصغيرة. شوفوا لي دول البتوت، طبعا دول عددهم 3 فقط. شوفوا لي اياهم، شوفوا شلون حلوات، يعني حتى لمعتهم تجنن، لمعتهم كلش قوية. اي لمعتهم كلش قوية. اشوف لكم وزنهم وسعرهم. وزنهم 41 غرام و370، سعرهم 1,815,000، 1,815,000. طبعا للي سألني على قلادة عين جمانة، موجود سيت ذهب قيمة 1,000,000. نعم متوفر، اي شيء تردونه باي وزن باي سعر متوفر عندنا. هاي القلادة عين جمانة اللي سألتني عليها قبل شوية، تقدرين تاخذي لها سكرين. طبعا هذه اكو، هذه الصغيرة واكو الخشنة. اي اكو الخشنة يمكن هنا. نعم. اي شوفوها تقدرون تاخذوا لها سكرين. العقد اللي اني لابسته هو طبعا هذا العقد اللي اني لابسته، تقدرون تاخذوا له سكرين. هو وزنه 28 غرام و660، سعره 1,950,000، سعره 1,950,000. نشوفكم باقي البتوت على مود نكملهم وياكم، لان يسالوني هواي على بتوت. عيار 21 بكم عبد الرزاق؟ طبعا كل ذهبنا اللي موجود هنا هو عياره 21. ال 21 هو اصلا الذهب اليوم ب 320. مساء الفل عليكم حبايب ملاك السعدي، اهلا وسهلا حياتي، مساء الورد على عيونك، عمري نورتي. ليش ما تذكرين قياس البتوت؟ عمري ما اذكر قياس البتوت لان موجود كل القياسات، يعني اي قياس تردينه، اي قياس انت يعني قياسك ايش قد تلقينه هنا موجود، فلهذا السبب اني ما اذكر القياس. فانتوا تقدرون تطلبون اي بتوت وعادي موجود قياسهم. شوفوا لي ذول البتوت. نشوف لكم وزنه. وين وزنهم؟ هذا وزنهم 72 غرام و290، سعرهم 4,915,000، 4,915,000. نشوف ذول البتوت، طبعا كلش نازكات وحلوات وشي مرتب كلش حلو بنزاكة. مثل ما قلت لكم اي قطعة تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين. مروج الذهب ايش قد سعر عين جمانة؟ عين جمانة حبيت تدللين هسه اشوف لي سعرها. سعرها
سعرها 325,000. عين جمان سعرها 325,000. ذول البتوت وزنهم اللي شوفتهم لكم قبل شوية، ذولي وزنهم 68 غرام، سعرهم 4,625,000. سعرهم 4,625,000. اريد قلاده اسم علي موجوده، ايات علي حبيبتي تدللين، بس هاي الصياغه صياغه خاصه يعني مو متوفره عندنا، نقدر نصوغها الك. رجعوا يسالون على دولي، بس قبل دولي عنوان اي نعم، عنواننا اذكر بعنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم 320، نبيعه 310 نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على الغرام. هذه الكاميرا اي اجورنا فقط 4000 على الغرام. توجد خدمة توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب. طبعا احب انوه على فقرة انه احنا نشتري من عندكم الذهب ب 310 ونشتري بكميات كبيرة، يعني ايش قد ما عندكم ذهب نقدر نشتري من عندكم ماكو مشكلة. للي يسأل على الملاوي، السوارات سوارات ملاوي قمت ما فرق. السوار اللي لابسته ايش قد وزنه وسعره؟ السوار اللي لابسته هذا وزنه 43 غرام و410، 43 غرام و310 سعر، السعر اي ايش قد؟ اي سعره 1,950,000، سعره 1,950,000. طبعا اللي يسأل على الملاوي او السوارات ذولي شوفون اشوف لك اياهم من كل الجهات. مثل ما قلت لكم تقدرون تاخذون سكرين لهم على مود، مثلا لان انا هسه عرضتهم، انا ليش اقول لكم انه تاخذون سكرين كل قطعه هنا تعجبكم، لان مثل ما قلت لكم اني ذولي عرضتهم اول البث ورجعتوا تسالون عليهم، فتقدرون تاخذون سكرين لكل شيء يعجبكم هنا. وذولي الموديل الثاني طبعا هنا نفس الشيء، بس الشكل يعني الديزاين مالتهم يختلف، يعني كلش حلوات ومرتبات. لاني قلت هنديه مو هيجي، اي هنديه عفوا. هذا الذهب باحجار؟ لو بس ذهب خالص، هذا الذهب اللي انا عرضته ما باحجار، فقط ذهب خالص ما باحجار. اذا تردون بحجر عادي ماكو مشكلة، يعني متوفر عندنا كل شيء، إذا تردون ذهب خالص أو ذهب بأحجار ماكو مشكلة عندنا كلهم. مساء الخير نبع الحنان، مساء الورد على عيونك، عمري أنت نورتيني. نكملكم البتوت، شوفوا لي ذولي البتوت، يعني ذولي كلش حلوات، يعني طبعا كل البتوت اللي أنا عرضتهم يعني ما اسولف لكم على جمالهم ولمعتهم كلش قويه. نشوف وزنهم وسعرهم، وزنهم 88 غرام و450، سعرهم 6,015,000، سعرهم 6,015,000. ابو حسن اكبر محبس رجالي، وش قد سعره رجاء؟ اكبر محبس رجالي يعني اي يعني هو القياس مو مشكله، يعني انت الموديل اللي تريده شنو نشوفه لك، فالقياس مو مشكله عادي يتوفر كل القياسات فمو مشكله القياس. شوفوا لي ذولي بتوت. عبد الجليل علي نعتذر جدا، يعني توصيلنا فقط داخل العراق، ما عندنا اي توصيل خارج العراق، وتوصيلنا داخل العراق من الشمال للجنوب، وين ما كنت توصيلنا نقدر يعني نوصل لك طلبك. شوفوا لي ذولي البتوت، ذولي وزنهم اشاركم وزنهم، وزنهم 78 غرام، سعرهم 5,305,000، سعرهم 3,000,000، سعرهم 3,000,000، 3,000,000 5,000,000 اخرين يمي لان تخربطني انت. سعرهم 5,305,000. نشوف ذولي البتوت، طبعا هن بتوت هواية مثل ما دا تشوفون، يعني ما دا اعرض لكم كل البتوت، فقط اللي يعني دا يسألون عليهن بكثرة.
شوفوا لي ذوي البتوت يعني ايش قد حلوات وشون ترتيب ونزاكه يعني شيء كلش حلو. اشوفكم وزنهم وسعرهم. وزنهم 113 و910. سعرهم 9,105,000. سعرهم ايش قد تاخذون صياغة؟ طبعا اجورنا هي 4000 فقط على الغرام الواحد. اي 4000 على الغرام الواحد اجورنا. المحبس شو؟ المحبس اللي لابسته بيش، محبس وزنه 7 غرامات لاني انسى طبعا سعره. شوفوا اللي يحب ياخذ السكرين شوفوا شكله اذا واضح يمكم. شوفوا لي شكله نشوف وزنه وسعره. العراقي القيسي اشكرك عيوني انت ربي يحفظك. 7 غرامات سعره 475,000. سعره 475,000. السلام عليكم. اليوم بيش الذهب نور الزهرة. وعليكم السلام اهلا وسهلا عيوني انت. اليوم الذهب 320 نبيع و310 نشتري من عندكم. احب اذكر انه عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب 320 نبيع و310 نشتري من عندكم. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق. اجورنا هي فقط 4000 على غرام. محابس رجالي اكو؟ نعم متوفرة محابس رجالي وعرضتها لكم قبل شوية. تقدرون يعني تشوفوها. بتوت رفيعة ناسكة اذا اكو عرضينا يا روحي انت حبيبتي انت. تدلين من عيوني هسه اعرض لكم. طبعا من ضمنهم اللي يمي متوفرات هسه للي ما شافن دولي البتوت الرفيعة. وهسه اشوفكم الباقيات. اي دولي وزنهم وزنهم 68 غرام. سعرهم 4,625,000. سعرهم 4,625,000. وتستمر الحياة. جميل ربي يحفظكم حبيبتي انت. يحفظ الجميع يا ربي. عبد الجليل علي ربي يحفظك. ربي يحفظك انت. اشكرك عيوني انت نورتنا. اعرض لكم باقي المحابس اللي ما شوفتها لكم. عندنا هذا المحبس. شوفوا لي هذا المحبس. ريتا عماد السلام عليكم. عندكم قلاده السعر 600 شوفينا. حبيبتي باي سعر باي سعر تردين موجود بالوزن والسعر اللي انتم رايدينه اي تمام بالسعر اللي انتم رايدينه. اي نعم الذهب اليوم 320 بيع و310 نشتري من عندكم. للي ديسل على سعر الذهب هو 320 نبيع و310 نشتري من عندكم. اجورنا هي فقط 4000 على غرام. ايش قد سعر المثقال؟ مثقال 320 اليوم. قلاده كهرب اكو شنو سعره؟ نعم حبيبتي منو؟ مروه. مروه نعم عمري موجود قلايد كهرب. هسه اشوف لك اياهم. مصطفى بس القلايد الكهرب. ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. فارس العراقي نور عيونك اشكرك نورتنا. القلاده اللي اني لابستها القلاده تمام. اي هن هواي موديلات للكهرب. القلاده اللي اني لابستها هي وزنها 28 غرام و660. سعرها 1,950,000. سعرها مليون 950,000. تقدرون تاخذوا لها سكرين او اي قطعه هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين. طبعا هن اشكال مختلفه من القلايد الكهرب. اللي طلبوا حجر كهرب شوفوا لي ذولي الحجر الكهرب. ذولي يعني الالوان مختلفه والاشكال هم مختلفه. يعني اي قطعه تعجبكم مثل ما اقول لكم دائما تقدرون تاخذوا لها سكرين.
يعني شوفوا لي دول الحجر الكهرب يعني كلش ناسكات وكلش حلوات، حتى زنجيلهم من هذا الناعم النازك كلش، يعني مو تشوفوا ناعم فتعبالكم ينقطع او شيء بسهولة، لا بالعكس يعني الزنجيل كلش قوي وما ينقطع. المحبس اللي بايدك ايش قد سعره؟ المحبس اللي بايدي المحبس هو وزنه 7 غرامات، 7 غرامات سعره 475 ألف، سعره 475 ألف. والسوار اللي بإيدي، السوار اللي هو هذا السوار، شوفوا شكله، طبعا هو 3 كلر هذا السوار، شوفوا شلون يعني كلش نازك وحلو، ألوان تجنن يعني كلش حلوة. هذا السوار وزنه 43 غرام و410، سعره 1,950,000، 1,950,000. مثل ما قلت لكم اي قطعه هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين. شنو اللي ما شوفته لكم؟ نشوفكم يعني المحابس اللي منطيتكم سعرها بشقد ذهب. المحبس اللي بايدش كم سعره؟ المحبس قلت لكم بيشاني 475 ألف، هذا المحبس سعره 475 ألف. اذا واضح شكله يمكم، شوفوا الفيكة مالته شقد حلوه، عبك معوج كلش حلو والله، 475 ألف. نشوف هذا المحبس، شوفوا لكم هذا المحبس وزنه وسعره. هذا المحبس وزنه 5 غرامات و610، سعره 380 ألف، سعره 380 ألف. ممكن أسعار الكهرب، الكهرب كل من وسعره، فأنتوا أي قطعة تعجبكم أي شيء يعجبكم تقدرون تراسلونا على الخاص وندزلكم سعر وتفاصيل. أم عمار جاوبي حبيبتي شنو سؤالك؟ أعتذر من عندك كلش بس ما أعرف شنو سؤالك. تمام، المحبس سعره 475 ألف. أرجع وأذكر إنه عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، سعر الذهب اليوم 320 بيع و310 نشتري من عندكم. أجورنا أرخص أجور على مستوى العراق، أجورنا هي فقط 4000 على غرام. القلادة اللي أني لابستها دا يسألون هواي عليها، طبعا اللي أني لابستها تمام وزنها 28 غرام و660، وزنها 28 غرام و660، سعرها 1,950,000، السعر 1,950,000. هذا المحبس كم مثقال تقصد؟ هذا المحبس هو مثقال ونص، 7 غرامات يعني مثقال ونص، مثقال ونص. سعره كل ساعة انسى سعره، طبعا سعره 475، السعر 475. وين المكان؟ عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. طبعا اللي يسألوني على خلاخل الاوزان الخفيفة رادوا، يعني مو الحجول الكبار، نشوفكم هذا الخلخال. هذا الخلخال طبعا ما يبين هنا الا خليه على القدم. هو شوفوا لي هذا الخلخال شو يعني كلش نازك وكلش حلو. ممكن علي درب الحسين ممكن تعرضين الشالات اللي عندك تدلل، هسه اعرض لك الشالات للي سيله هوايه على خلاخل. نشوف وزنه وسعره، وزنه 4 غرامات 720، هذا سعره 350 ألف، هذا الخلخال سعره 350 ألف. أشوف لكم الثاني، وهذا الخلخال اللي يصير على شكل كارتير، يعني هذا كلش حلو وشي مرتب، يعني تقدرون تأخذون سكرين الكل قطعة. أولادي سر سعادتي عمري أنتي أشكرك. محابس تايجر رجالي او نسائي تردين تقصدين؟
شوفوا لي هذا وشوف لكم وزنه وسعره. هذا الخلخال وزنه 11 غرام و700، سعره 795,000. هذا الخلخال سعره 795,000 بلا زحمة. إذا أشتري أكو توصيل فرنسي، نعتذر جدا ما عندنا توصيل خارج العراق، توصيلنا فقط داخل العراق، وخدمة توصيل عندنا داخل العراق لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. أكو خواتم ذهب للرجال، نعم عندنا خواتم رجالية. شوفوا لي هذا الخلخال، شوفوا هذا الخلخال، يعني شيء كلش حلو، يعني قطعة تجنن وكلش حلو. نشوف لكم وزنه وسعره. وزنه هو 22 غرام، 22 غرام و980، سعره 1,560,000، 1,560,000. اي ملاك السعدي جن خلخال، شلون صار حبيبتي عيوني انت؟ اي خلخال منهم؟ انا دا انطي كل خلخال عرفته، دا انطي هو وزنه وسعره، فاي خلخال على مود اعيد لك اياه. شوفوا لي هذا الخلخال، يعني كلش نازك وحلو. ايش قد سعر المثقال اليوم صفاء فالح؟ اليوم المثقال ب 320 نبيع و 310 نشتري، ونشتري بكميات كبيره. مؤيد صباح الخير من امريكا، عندكم اسوار رجالي؟ صباح النور وعندنا مساء النور. نعم عندنا اسوار، اسوار رجالي تدلل. هسه اعرض لك الاساور الرجاليه تدلل. شوف هذا، شوفوا هذا الخلخال، هذا وزنه 6 غرامات و99، سعره 475,000، سعره 475,000. شمس ينزل ذهب عندكم معلومه؟ يعني ما نعرف احنا، هو الذهب هي هاي بورصه، فما نعرف يعني حسب سعر الذهب العالمي، يعني ما نعرف بيش وقت يصعد شو وقت ينزل، فشي مو بيدنا ما نعرفه. من اي ساعه موجودين؟ اوقات الدوام عندنا تبدي من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 11 بالليل على مدار الاسبوع. اللي هذول خلصوا؟ اي هذول تمام. صوفة حبيبي تخومة اعراس بلا زحمة مطلوب عرض، تدللين عيوني انت. هي كل الاوزان موجودة، كل الاوزان وكل الموديلات، يعني كل الاشكال موجودة، فتقدرون تراسلونا على الخاص وندزلكم الصور بالاشكال والموديلات اللي تحبوها انتو، وتختارون من اللي يعجبكم. اول واحد حبي يجنن عمري، ملاك السعدي عمري اني، يعني هنا هواية خلاخل، فتقدرين تراسليني ندز لك اياه هو وصورته ونصوره الك وتدللي من عيوني عمري انتي. نوعية حيدر الهاشمي، نوعية الذهب من اي دولة؟ طبعا ذهبنا هو كله مستورد، ذهبنا خليجي ايطالي تركي، ما عندنا ذهب عراقي، نشتري من عندكم عراقي لكن ما نبيع عراقي، ذهبنا كله فقط مستورد. مرحبا اكو توصيل عماد الربيعي؟ نعم متوفر خدمة توصيل كل محافظات العراق وين ما تريد. هذا اماراتي شنو؟ ذهب اللي عرفته اني كله هو منوع، يعني ايطالي تركي خليجي، بس ما عدا العراقي، يعني ما عندنا عراقي. فدوة تراشي زنجيل طويلة، تدللين عمري اني عرضتهم قبل شوية الطويلة، اني يعني زمن زنجيل طويل. انطيني غيرها مصطفى. اي. حجل عندكم سارة؟ نعم عندنا حجل حبيبتي انتي. عندكم توصيل فنلندا؟ نعتذر جدا، يعني ما عندنا توصيل خارج العراق، توصيلنا فقط داخل العراق. دولي التراشي اللي عرضتهم قبل شوية وسألوا على التراشي طوال، طبعا عندنا هواي موديلات من التراشي اللي طوال وشفتوهم يمكن عرضتهم. دولي التراشي هم أرجع وأقول لكم وزنهم وسعرهم، 14 غرام و690، سعرهم مليون، دولي سعرهم مليون. أم عمار يعني للناصرية، حبيبتي قصدك يعني توصيل للناصرية؟ إذا قصدك على توصيل فعندنا خدمة توصيل كل محافظات العراق وين ما تكونين. دولي التراشي سعرهم مليون. طبعا دي يسيلون على شالات، انا اعتذر من عندك حبيبتي كلش، يعني نسيت اشوف لك اياهم، بس هسه ينزلوا لي اياها الولد واشوفهم ايش، وتدليني من عيوني عمري انتي. تراشي حبي، أنا عرضت مجموعة من التراشي، ف
فلهذا السبب بدي اقول اللي ما يلحق على البث انه يقدر ياخذ سكرين، ولو هو البث يعني يبقى موجود بالصفحه، تقدرون ترجعون للبث وتاخذون سكرين لكل قطعه تعجبكم وتدزون اياها، ندز لكم تفاصيلها. العراقي علي نعتذر جدا يعني ما عندنا بالاقساط. العنوان وين ام ساره؟ عمري عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. ام عمار اي حبيبتي اي التوصيل عندنا لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب، اذا كنتي بالناصريه او وين ما تكونين باي محافظه عندنا خدمه توصيل. شوفوا لي دول البتوت يعني كلش نزاكه واناقه كلش حلوات. اشوف لكم وزنهم وزنهم وسعرهم. هن وزنهم طبعا 43 غرام و230، سعرهم مليونين و940 الف، مليونين و930 الف. فاطمه ام ابيها عمري انت نور عيونك حياتي انت. انت حلوه حبوب بس ما تجاوبين زعلت من اشترى حياتي انت. اعتذر من عندك والله يعني ما اعرف شنو سؤالك حياتي، بدي اشوف كل التعليقات اعذريني عمري. شوفوا لي شوفوا لي دوي البتوت يعني شيء كلش حلو، شلون ترتيب وكلش حلوات. نشوف ذولا البتوت وزنهم وسعرهم. ذولا وزنهم 64 غرام و810، سعرهم 4 ملايين و405 الاف، 4 ملايين و405 الاف. طبعا اللي سالوني على اساور ما اعرف منو سالتني نسيت، ما سالتني على اساور ناعمه، ذولا الاساور اللي اعربهم الش ناعمات، فتقدرين تاخذي لهم سكرين. شوفوا لي دول الاساور ودي انطيكم اني قطعه قطعه كل من وزنه وسعره، كل قطعه دا اعرضها لكم دا انطيها وزن وسعر. توتا عمري مساء الورد على عيونك حبيبتي نورتيني. دولي وزنهم 771، 700 وزنهم 71 و610، سعرهم 4 ملايين و870، 4 ملايين و870 الف. اي مجموعه من الشالات تمام. دولي الشالات اللي سالتني على شالات وينك؟ كل هالبث. شوفوا دولي الشالات اللي سالتني على شالات وينك طلعي لي. دولي الشالات ولو احب اشوفهم وحده وحده على مودي. اي وين ال اي اشوفهم على هذا الصدر على مودي يشوفوها. مصطفى الطيني ذاك الاكبر قاعد هذا ها اي هذا اكبر على مود يكون واضح. ربيع الامل شنو احسن نوعيه بالذهب؟ الذهب يعني ما بي نوعيه، ما بي ذهب احسن من ذهب، ماكو شيء اسمه اكو ذهب افضل من ذهب، حسب ما انت تفضلين يعني حسب هو اي بالموديل يعني حسب ما انت تفضلينه. اكو غيرك مثلا اكو انت تحبين الخليجي او التركي غيرك يحب غير شيء، يعني حسب ما انت تفضلون، ماكو شيء احسن من شيء، الذهب كله واحد. هذا هذا الشال شوفي لي هذا الشال راح اعرضهم لكم قطعه قطعه. شوفوا لي اياهم يعني شوفوا شلون اناقه كلش حلو. ام بلال وعليكم السلام اهلا وسهلا عمري نورتي. هذا الشال خلينا نشوفهم وزنه وسعره لان دي يطلبوهم بالوزن والسعر. هذا الشال اللي عرضته وزنه 41 غرام و590، سعره مليونين، هذا سعره مليونين و830 الف، مليونين و830 الف. ام بلال اكو بتوت قياس 75؟ نعم عمري متوفر بكل القياسات اللي تردوها، شوفوا اي موديل انتم تردون. محبس ثقيل حلو، اي اكو هواي محابس باوزان ثقيله، شوفوا انتم شنو المواديل اللي تردوه راسلونا على الخاص وندزلكم كل المواديلات اللي متوفره عندنا.
انا يعني دائما الشال ولا تعب مشكله اي الشال دائما اي تمام انا يعني مشكلتي بالشال بالحيره ذي اي اشوفكم هذا الشال شوفوا هذا الشال بس كل شويه ابني نور عيني وعليكم السلام وعليكم السلام عمري انت نورتيني شوفوا هذا الشال ونشوف وزنه وسعره هو وزنه 59 غرام و 480 سعره 4,045,000 4,045,000 مارك هاي ساعة انتظر شي رجالي ما هو كله نسائي يعني شو اللي تريده رجالي انا عرضت محابس رجالية قبل شوية اي يعني كل شي اي شي تريد اساور رجالية زناجير رجالي كل شي تريد موجود وانا صحيح انا عرضت بس المحابس رجالية بس تدلل اي شي تريد موجود هذا ثاني يعني خليت واحد ثاني واني ما ادري هذا شوفوا لي هذا الشال هذا الشال هذا وزنه 49 غرام و 780 سعره 3,385,000 نشوف الشال الثاني اللي ويانه هذا الشال شوفوا هذا الشال شوفوا شلون شوفوا الشال جد حلو اشوف لكم وزنه وسعره ليش ما تلبسين الذهب عمري انتي يعني اذا البسه يمكن اطول بيه فهيجي اسرع يعني اعرض لكم اياه هيجي اسرع فدي البس لكم اني المحابس الاساور بس دني ياخرني 57 غرام هذا الشال و 230 سعره 3,890,000 سعره 3,890,000 بس لحظه خليني اشوف هاي اسفه اني ما جاوبتها بحيره البجع الاحجار الزرق اللي وراك شو اللي وراك اشوف اسعارهم في ذوب الجويني عمري انت اعتذر من عندك هسه شوف لي شياهم يعني ما جاوبتش اني اعتذر جدا هسه شوف لي شياهم تدللين من عيوني شوفوا لي ذولي البتوت طبعا هاي البتوت هي من ضمن البضاعه الجديده اللي وصلتنا اليوم ذولي من ضمن البضاعه الجديده اللي وصلتنا اليوم شوفوا نشوف وزنهم وسعرهم وزنهم 63 غرام و 990 سعرهم 4,350,000 ذولي سعرهم 4,350,000 طبعا ذولي شكلهم مو دائري يعني مثل البتوت العادية ذولي هيك شكلهم مارك اساور الله يخليك تدلل من عيوني هسه اعرض لك الاساور هذه هاي شكلهم الشكل يعني شوف اللي عجبش واجيب الحلقات عيني اكو شخص يسال على حلقه اي بس اجاوب مارك سال على اساور الاساور الرجاليه الاساور الرجاليه اريد اساور رجالي عليكم السلام لين دي يسأل اعتذر من عندك دي يسأل شخص يسأل على الحلق على الحلق تمام اي هذا سوار رجالي كارتير وهواي اساور هذا وزنه 10 غرامات و 360 سعره 705,000 هذا السوار رجالي سعره 705,000 وعندنا من الرجالي طبعا عندنا هواي اساور رجاليه وعندنا الربر هماتين البلاك شوفوا تقدرون هماتين تكتبون عليهن الساده ينكتب عليهن عادي
شوفوا لي اياهم. وعندنا هواي اساور رجاليه هسه همتين اعرض لكم جزء من عندهم. يعني مثل ايش قد ما تقدرون تسوون مشاركه للبث على مود يصعد عندنا واعرض لكم همتين بضاعه اكثر. شوفوا هذا اللي يسال على الحلق مال الزواج، اعطونا حلق مال الزواج. اي الحلق هذا خابر يمكن مرتين عليك صدق اريد حلق يعني اعتذر جدا بس ما شفت تعليقك. اكو ذولا خليني اشوف اياهم هنا خطيه صارت كم مره يتصل. اي انا عرضت حلق هذا محبس، انا عرضت حلق همتين رجالي. عندنا ذولي الحلق، هذا حلق رجالي يلبس هذا رجالي ونسائي يعني عادي ماكو مشكله. هذا الحلق وهسه همتين بين ما يجيبوا لي الحلق الباقي هم اشوف بين ما يجيبوهن وتدلل من عيوني. السوار اللي بايدك، هذا السوار اللي بايدي، اي السوار اللي بايدي سعره 1,950,000، سعره 1,950,000. والمحبس سعره 475، المحبس سعره 475. القلاده اللي انا لابستها 28 غرام، 28 غرام و660، سعرها 1,950,000، السعر 1,950,000. اولادي سر سعادتي صار كم مره اكتب تعليقي ممكن الرد، محبس تايجر نسائي، تايجر نسائي. تايجر ما عندي حاليا خلص خلصان. نعتذر جدا يعني ان شاء الله يتوفر. اللي طلب اللي طلب حلق رجالي قصدي لو نسائي؟ رجالي نسائي شوفي. اي عندنا هاي الحلقه، شوفوا هاي الحلقه، شوفوها هيجي ولو ما مبين، هاي دي اشوفها مبين. شوفوا هاي الحلقة اشوفكم انطيكم سعرها ووزنها. طبعا هي وزنها مثقال 5 غرامات. هاي الحلقة سعرها 430,000، السعر 430,000. هاي الحلقة اللي هي البولغاري هاي رجالي نسائي ماكو مشكلة، اللبس رجالي ونسائي. وزنها 10 غرامات، الوزن 10 غرامات و650، سعرها 725، سعرها 725. القلاده اللي انا لابستها سعرها 1,950,000، هاي القلاده سعرها 1,950,000. وعندنا هاي الحلقه، هاي الحلقه وزنها 6 غرامات و840، سعرها 465، سعرها 465. وهاي الحلقة اللي هي زارجون يعني شيء كلش مرتب وكلش حلوة، نشوفكم يعني كلش حلوة هاي الحلقة اللي بيها زارجون فدناسكة وكلش حلوة باللبس، يعني كلش حلوة باللبس. شوفوا لي اياها يعني كلش حلوه تطلع على الايد، نزاكه واناقه كلش حلوه. اشوف لكم وزنها مثل ما قلت لكم، اي قطعه هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين. وزنها 6 غرامات بعدين طلعت لنا من الفرن يعني 6 غرامات و370، سعرها 435,000. هاي الحلقة سعرها 435,000. ويانا الحلقة هاي هم، شوفوا هاي الحلقة، هاي وزنها 4 غرامات و900، سعرها 365، السعر 365,000. الساعة رجالي بيش تمام. من يقول ما عندكم ملاوي؟ ايش قد؟ شوفوا لي هذا المحبس يعني شلون ترتيب وايش قد حلو. اشوف لكم وزنه وسعره، هذا المحبس وزنه 4 غرامات و760،
سعره 355,000. هذا سعره 355,000. بلا زحمة، ايش قد سعر المثقال اليوم؟ طبعا ارجع واذكر عنواننا بغداد، شارع فلسطين، مول النخيل، الطابق الثاني. سعر الذهب تمام، سعر الذهب اليوم 320 بيع و 310 نشتري من عندكم، ونشتري بكميات كبيرة، يعني ايش قد ما عندكم ذهب نقدر نشتري من عندكم. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي 4000 فقط على الغرام. بس خلاتشي عندنا خدمة توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب، ولو شيلني هواية اشوفكم الملاوي، اريد اشوف شلون ماكو ملاوي. بعد اذا تبين امطش بعد؟ لا كافي. شوفوا لي ذوي الملاوي. شوفوا ذوي الملاوي ايش قد المثقال؟ الوردة اليوم المثقال ب 320. عمري انتي ممكن تقولون السعر بالدولار؟ عمري انتي بس شنو اي قطعة دزينا اياها على الخاص ومنطيش سعرها بالدولار وتدللين؟ شوفوا ذوي الملاوي، طبعا انا راح انطيكم اياهم، انطي وزن سعر، وزن وسعر تمام كلته. منطيتني مجال قال شيء مش تحكي منطيتني مجال. شوفوا لي ذول الملاوي، نشوف وزنهم وسعرهم. ذول وزنهم 50 غرام اثنيناتهم و560، سعرهم 3,340,000. سعرهم 3,340,000. حجول حبيبتي اكثر من مره سالت، عمري انت اني عرفت حجول؟ الحجول اللي عربتهم، ممكن الحجول اللي عربتهم وينهم؟ الحجول اللي عربتهم دولي، اي اي دولي الحجول، دولي الحجول اللي عربتهم. عمري انتي واسه من عندك كلش لان مدى الحق، فدا يطلبون يعني يطلبون اساور بتوت، فدا اعرض لكم مدى انتبه على التعليقات، فاعتذر جدا من عندكم. دولي الحجول وتدللين راح انطيش سعرهم ووزنهم. طبعا وزنهم 64 غرام و 880، سعرهم 4,410,000. ذولي سعرهم 4,410,000. طبعا مثل ما اقول لكم دائما انه الحجول او الملاوي اي شيء يعجبكم من الحجول او الملاوي تقدرون تاخذون قطعه واحده، مو شرط قطعتين، يعني عادي تقدرون قطعتين او قطعه واحده ماكو مشكله. والملاوي اكملكم باقي الملاوي، ذولي الملاوي نشوف وزنهم وسعرهم. طبعا ذولي وزنهم 56 غرام و660، سعرهم 3,850,000. سعرهم 3,850,000. نشوف بعد، ولو هن هواي راح استعجل لكم بيهن. شوفوا لي ذولي هسه، خل شوفوا لي ذولي وهم اشوفكم وزنهم وسعرهم. ذولي وزنهم 93 غرام و940، سعرهم 6,385,000. 6,385,000. سدرة المنتهى، مرحب اهلا وسهلا بك عيوني، انت نورتيني. السلاح اللي طلبوا سلاح. خلي اشوفكم واحد واحد لان راح يشوفون. اسلحة البيضاء. اشوفكم دول، هذا السلاح طبعا حشوفكم فقط ان ثلاث قطع راح اشوف لكم اياها، ولو انه هوايه بدني القطع اللي راح اشوفهم لكم. شكرا طبعاً. عطشتوني. اي فانطيهم
انطيكم وزنه وسعره. هذا وزنه، وزنه 338، سعره خلي اشيل السلاح واقول لهم سعره. هذا السلاح سعره 23,500,000. 5000 يا مجال اوقعكم ل 23,000,000 ولا 5000؟ 23,500,000. السلاح الثاني نشوفه لكم اللي هو هذا. طبعا اكو اوزان خفيفه واكو اوزان ثقيله، عادي ماكو مشكله، شنو تفضلون انتو. هذا السلاح، هذا وزنه 114 و760. هذا السلاح سعره 7,800,000 وهم 5000. 5000 هم متوقع على 5000. 7,800,000 و805,000. والله ما ادري دي يسوون شير، دي يسوون مشاركات. هذا الثالث، ولو اني اليوم هواي مديلتكم دا اعرض لكم هواي بضاعه. وهذا السلاح، هذا الوزن الخفيف البيهم، هذا الوزن الخفيف شوفوا لي، هذا السلاح. وهم اشوفكم وزنه وسعره. وزنه 101,600، سعره 6,910,000. 6,910,000، يعني مثل ما تردون وزن خفيف او وزن ثقيل. طبعا احب اذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اليوم سعر الذهب 320 نبيع و310 نشتري من عندكم، ونشتري من عندكم كميات كبيره، يعني ايش قد ما عندكم ذهب تقدرون تجيبون ونشتري من عندكم. عندنا خدمه توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي فقط 4000 على غرام. القلادة اللي رقبتك ايش قد سعرها؟ القلادة اللي اني لابستها اللي هي هاي متوفر من عندها سوار وتراشي هماتين، سعرها 1,950,000. تقدرون تاخذوا لها سكرين، سعرها 1,950,000. ارجع واكمل الملاوي اللي ما كملتها لكم. الملاوي ما يحتاج تكملهم لان الملاوي كل الاوزان وكل الاحجام موجوده. خلينا نغيرهم، خلينا نعطيكم ميداليات. تمام، اشوف لهم اياها بسرعه بين ما طلع الميداليات. اي وذولي، وهذا الموديل ساعه رجالي. نعم متوفر ساعه رجالي، اشوف لكم اياها. هاي الساعه الرجالي، صدرة المنتهى. ممكن تجاوبين علي عمري انت شنو سؤالك؟ عيوني اريد تخم حلو صباح تيمي. تدلل من عيوني، راسلنا على الخاص ويدزوا لك كل الصور والمواديلات المتوفره، وتقدر انت تختار من عندهم اللي يعجبك. هاي الساعه الرجالي اللي سال عليها، اللي وزنها 55 غرام و300، سعرها 3,760,000. اجورها 4000 دينار فقط على الغرام. كل القطع اللي موجوده هنا اجورها 4000 فقط على الغرام. سعرها هاي الساعه سعرها 3,730,000 قلت؟ سعرها 3,760,000. 3,760,000. صباح العمقي ردي، اي عيوني رديت هاي الساعة اللي قلت لك عليها. هاي الميداليات خليها اي ميداليات. طبعا بالنسبة لموضوع الميداليات، زنجيل الميدالية تقدرون تبدلون الميدالية وتقدرون تبدلون الزنجيل، عليكم السلام. ف
فأي زنجيرية تعجبكم عليكم السلام ورحمة الله، نقدر نعطيكم إياه أو أي ميدالية تعجبكم. أي مثلاً تعجبكم الميدالية بس الزنجيل ما عاجبكم نقدر نبدله لكم، وبالعكس هماتين يعجبكم الزنجيل بس الميدالية لا. أي بس زنجيل أو بس ميدالية اثنيناتهم موجود. عادي ماكو مشكلة. هاي القلادة ميداليات وزنجيل، أنا دا أعرض لكم فقط يعني هاي الميداليات دا أعرضها على مود إذا يعني تعجبكم الميدالية نقدر نبدل لكم الزنجيل أو تردون هو الزنجيل نفسه. نشوف القلادة الثانية. أي يعني ما حير بيها. تمام. هاي الميدالية شوفوا شقد حلوة، وهم مثل ما قال صادق انه تقد اي ميدالية تعجبكم نقدر نبدل زنجيلها او تردون زنجيلها نفسه او تردون فقط الميدالية او فقط الزنجيل ماكو مشكلة. نشوف الميدالية بعد ميدالية الويانة اللي عندنا. اي نشوف هاي الميدالية، يعني هاي الميدالية كلش راقية وكلش حلوة، يعني فتشي تحفة كلش حلوة. مثل ما قلت لكم اي قطعة تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين على مود اللي يسأل عليها انه اندزلها تفاصيلها على الخاص كوزن والسعر اللي ملحق على البيت. اي احب اذكر انه عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اليوم الذهب نبيع ب 320 نبيع ب 310 نشتري من عندكم ونشتري بكميات كبيره. ايش قد ما عندكم ذهب نشتري من عندكم. عندنا خدمه توصيل كل محافظات العراق من الشمال للجنوب. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي فقط 4000 على غرام. شوفوا لي هاي الميداليه، يعني اشياء كلش حلوه والميداليات كلش حلوه وكلش ناسكه. ام وسن بيش هاي عمري انت اي وحده من عندهم؟ وارجع واقول لكم انه سووا مشاركه للبث ايش قد ما تقدرون على مود يصعد عندنا المشاركه. ابو فاطمه العبادي ايش قد صار المثقال؟ المثقال اليوم ب 320 نبيع و 310 نشتري. العبادي شخصيا اتصل بك. شوفوا لي هاي الميداليه، يعني اشياء وميداليات كلش نازكات وكلش حلوات. نشوف بعد هاي، طبعا هاي جماليتها من نوع خاص هاي الميداليه. نشوفها. شوفوا هاي الميدالية، يعني حتى لمعتها وذهبها شلون صافي ولمعتها كلش حلوة، يعني مثل ما قلت لكم كل القطع اللي موجودة عندنا هنا بالمحل داخل المحل هي فقط اجورها فقط 4000 على غرام. كل القطع اللي موجودة عندنا هي 4000 اجورها. بس لحظة خل اشوف نور الزهراء، عمري انت السوار اللي بايدي هو وزنه 43 غرام و400 43 غرام و410 سعره مليونين و950 سعره مليونين و950. اي تمام، لان هم ماتين دي يسالون على سيتات. سالم الصغير ردي علي بس عيوني انت شنو سؤالك؟ نشوف ذولي السيتات ايش قد سعر القران المربعه تدللين عمري من عيوني هسه اشوف لك اياها. وين وديتها اني؟ وديتهم راحوا بعد راحوا وهم يسالون على سعره. بعد شنو هذا بعد ويا صور هذا؟ اي شوفوا لي فدوا القلاده اللي برقبتك والتراشي والسوار ايش قد سعرهم ووزنهم. القلاده بس القلاده من غير سوارها وتراشيها سعرها مليون و950 مليون و950 وتراشيها وسوارها ما ادري بعدني. هسه اشوف لك اياهم عمري انت او راسلينا على الخاص وندزل شيهم صورتهم وندزل سعرهم ووزنهم تدللين عمري انت. اي هاي القلادة هذا السيت كامل هو وتراتشية والسوار
والمحبس دولي التراشي مالته وهذا المحبس مالته يعني كلش مرتب وكلش فخم وانيق. طبعا السيتات هواية كوموديانات بس المشكلة السيتات مزعجين بالعرض يعني تعال لازم تلزم اربع قطع وتسولف عليهم. فاني مثل ما قلت لكم يعني الاحسن لكم هماتين مو بس انه الاحسن انه تراسلونا على الخاص وندزلكم كل الموديلات تفاصيلها كلها يعني صورهم ندزلكم صورهم وانتم تقعدون تختارون من عندها اللي يعجبكم احسن من اعرضهم على البث لان اعرض لكم كم قطعه بس من تراسلنا على الخاص راح انطيكم كل الصور وتدللون. توصيل كندا بليز ردي سالم الصغير نعتذر جدا من عندك ما عندنا توصيل خارج العراق توصيلنا فقط داخل العراق. بس اكو منين تحضر هسه احضر اليوم ليش ما تجاوبين ايش قد عيار ذهب هذا الذهب احنا عيار هذا الذهب اللي عرضته كله او كل بضاعتنا اللي موجوده عياره 21 ذهبنا كله مستورد ذهب خليجي ايطالي تركي ما عندنا ذهب عراقي فقط مستورد. ايش قد سعر الذهب اليوم ارجع واذكر انه عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني سعر الذهب اليوم 320 نبيع و310 نشتري من عندكم ونشتري بكميات كبيره اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق اجورنا هي فقط 4000 على الغرام عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. التخم اللي عرفتيه هسه ايش قد سعره هسه وصلنا للاسئله الصعبه نشوف لكم 58 هو ايش قد وزنه 60 غرام يعني 60 غرام 60 غرام هو اقول لك ممكن تحسبه تغير 4 ملايين و 80 الف اي 4 ملايين و 80 الف حبيبتي محبس اللي لابسته ممكن يتصغر اذا قياسه كبير عمري اصلا بدون ما تصغريه او تكبريه لان هو موديله فري سايز يعني تكبريه وتصغريه هو طبعا كان كبير واني خليت على ايدي لان اني ايدي ناعمه فخليته اشوف تشيا شوفي هاي باعي شلون يتكبر ويتصغر عادي ماكو مشكله بدون ما تسويه مصايغ وتكبريه وتصغريه عادي هو فري سايز يلبس كل الاحجام. عرضي قطع الاطفال قطع الاطفال يعني هن هواية كل قطع الاطفال موجودة اذا كانوا احجول اساور محابس كل شيء موجود. والله ريان قندي راح تتعارك وياك كم عود ايش قد سعر السوار اللي لابستي وكم غرام انا بعد انا حذرتش بعد يعني انت تعاركين وياي بس على مو سعر السوار واني صالي اقول سعر ايش قد عمري انت انا يعني اعتذر من عندك سعره 1,950,000 الف ووزنها 243 غرام انطيش وزنها وزنها 43 غرام و410 وارجع واقول لك سعرها مره ثانيه سعره 1,950,000 الف عنواننا ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني سعر المثقال اليوم 320 نبيع و310 نشتري من عندكم. قيس سلام مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بك نورتنا عيوني انت. ابو السيس شو تردين علي اعتذر جدا من عندك بس ما شفت تعليقك شنو سؤالك تفضل عيوني. مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم. عرضي سوارات كارتير سوارات كارتير ممكن لسوارات الكارتير تمام عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني سعر المثقال اليوم 320 بيع و310 نشتري من عندكم ونشتري بكميات كبيره اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق اجورنا هي فقط 4000 على غرام عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. شوفينا صليب مجسم دي يسيلون على صليب مجسم صليب ما عندنا حاليا نعتذر هذا طبعا هم
بالنسبة للزهرة شفيعتي كم مرة قلت لك لبسي السلاح الأول واحد؟ عمري أنت أعتذر من عندك، بس السلاح إذا لبسه يعني ما يطلع حسه حلو باللبس، فعندنا الصور إلي بالتصوير، أنا أقصد بالتصوير واللبس شنو؟ يعني هسه حاليا ما يطلع حلو بالتصوير، فعندنا صور إلي اندزج إياهم باللبس كلش حلو. عند الاشياء باللبس هو ملبوس، وشوفين صوره كلش حلو. ذولي السوارات الكارتير اللي سألتوا عليهن، شوفوا شوفوا ذولي دولي اكثر الكارتيرات، هواي الموديلات كلش هواي، اي هواي اي موديل ببايكم يعني شوفوا دولي هماتين، فخليهم بطريقه عدله على مود ياخذوا لهم سكرين وندز لهم تفاصيله اذا يعجبهم. هاي المجموعه الاولى تقدرون تاخذوا لها سكرين وتدزون اياهم، ندز لكم تفاصيلها كوزن وسعر. اشوفكم المجموعه الثانيه، هذا يسالون على تراتش اطفال، ايضا موجوده عندنا تراتش اطفال، اي كل شيء الامريكي، ما عندنا توصيل خارج العراق، توصيلنا فقط داخل العراق من الشمال للجنوب، وين ما تردون باي محافظه داخل العراق. تسلمين قلبي دين تعبش ورده انت، عمري انت ام يسر تدللون عيوني انت. شوفوا لي هذا السوار، هذا السوار كرجالي طبعا فتشي جنن. شوفوا هذا السوار، هاي المجموعه الثانيه تقدرون تاخذون لها سكرين، لان مدى الحق انه نعطيكم وزنها واحد واحد وسعر، لان يسالون هواي على اشياء، فمدى عرض مدى اقدر اعطيكم وزن وسعر كل قطعه، فتقدرون تاخذون سكرين وتدزون اياها على الخاص، ندز لكم سعرهم ووزنهم. بيش الغرام؟ الغرام اليوم 68 مع الاجور، 68 كامل مع الاجور، من دون الاجور 64. ونشوفكم هاي المجموعه الثالثه من الكارتير، اللي سوار الكارتير، هم تقدرون تاخذون سكرين على مود ندز لكم تفاصيلها اللي يحب. نوره هاشم مرحب، اهلا وسهلا بك عيوني انت. وهذا الكارتير ساده واحده. رهف علي عندكم تخم الماس؟ نعتذر جدا، فقط ذهب. ارجع واذكر بعنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 على الغرام. سعر الذهب اليوم 320، بيعوا 310 نشتري من عندكم، عندنا خدمه توصيل كل محافظات العراق وين ما تريدون، ونشتري الذهب منكم طبعا بكميات كبيره، يعني ايش قد ما عندكم ذهب نقدر نشتري من عندكم. وارجع واقول اللي يسالون على السوار وعلى القلادة اللي انا لابستهم، طبعا السوار سعره 1,950,000، السوار سعره 1,950,000، طبعا هو 3 كلر والوانه كلش حلوه وكلش انيق باللبس. القلاده اللي انا لابستها متوفر من عندها، قلت لكم هاي القلاده متوفر من عندها التراتشي مالتهم والسوار، واللي يحب يراسلنا على الخاص نرسل له الصوره كامله، القلاده والسوار والتراتشي مالتهم. القلاده اللي انا لابستها سعرها 1,950,000. اي تمام. المحبس اللي اني لابسته، هذا المحبس اللي اني لابسته هو خليجي، مو قلت خليجي؟ هذا ايطالي، هذا ايطالي اقصد، ايطالي اعتذر، ايطالي هاند ميد، سعره 475,000. القلاده اللي لابستها ببيش؟ القلاده اللي لابستها سعرها 1,950,000. وهاي السوار، هذا السوار مال القلاده اللي قلتوا لي عليه، هذا سوار القلاده وذول التراتشي مالته. طبعا القلاده قلت لكم سعرها 1,950,000، والسوار اشوف لكم وزنه وسعره. السوار وزنه 7 غرامات و710، سعره 525,000، سعره 525,000 السوار. اما التراتشي اللي هم ذولي وزنهم، وزن التراتشي 5 غرامات و100، سعرهم 345،
التراتشي سعرهم 345. طبعا راح اشوفكم مجموعه من الزناجيل اللي عندنا اللي هن زناجيل ايطالي، زناجيل ايطالي ومن نوع اللي قويه كلش بحيث ما تنقطع، يعني مو تشوفون هيك ناعمات بس ما ينقطعن، يعني كلش حلوات وناسكات. وطبعا كان عندنا فيديو موضحين به، مو تمام منزلين به الفيديو، منزلين به سوار ايطالي وشايلين به زنجيل زنجيل هذا الايطالي وشايلين به اثقال، مو تمام اي الوزن. هذا الزنجيل ده شوفوه اللي هو ناعم، منزلين فيديو بالصفحه انه شايلين به وزن 8 كيلوات شايلين به. تقدرون تشوفون الصفحه وتشوفون الفيديو انه هذا الزنجيل ده تشوفونه شايلين وزن 8 كيلوات به، هذا يعني ما ينقطع، ايطالي كلش حلو، باوزان مختلفه واطوال مختلفه. أي. يعني بي قصير بي طويل، يعني كل باللي يعجبكم، تقدرون تردون خناقي او طويل او شويه اطول من الخناقي مثل ما تحبون، كل الاوزان وكل الاطوال موجوده. ارجع انه السوار هم تيه السوار السوار 1,950,000 سعره، 1,950,000 وزنه 43 غرام و410. ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي فقط 4000 على غرام. سعر المثقال اليوم 320، بيع و310 نشتري من عندكم. عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب. طبعا اللي سالوا على الاساور الربر اللي هنا ذني، او قلت لكم انه عليهم ذني الساده، ذولي الساده ينكتب عليهم عادي ماكو مشكله، تقدرون تكتبون عليهم اسم او اي شيء تحبونه. شوفوا ذني وشوفوا هذا الموديل من عنده كلش حلو، ذولي ممكن تعرضين محمديات تدللون عمري انت. هسه اعرض لكم المحمديات، ممكن القلايد المحمديات اذا 3 غرامات زنجيل ايطالي ايش قد السعر تدللون؟ هسه اشوف لك ايش قد السعر، بس اريد زنجيل ايطالي. شوفوا لي دولي، نعم شوفوا اي لا بس اريد 3 غرامات تطلعي، انطيني من هذا، هاي الدسته كامله انطيني اياها. بش قد المثقال؟ المثقال يوم ب 320 نبيع و310 نشتري من عندكم، تمام. ذولي المحمديات الله يرزقكم، يرزق الجميع عيوني انتي. نشوف هاي المحمدية، انطيكم وزن وسعر، نشوف وزنها وسعرها انا وياكم. هاي المحمدية وزنها 23 غرام و14، سعرها 1,575,000 سعرها 1,575,000. اشوفكم الثانية، هاي الثانية ام براق الموسوي، ليش ما تشوفين تعليقي؟ عمري انت فدوى قلبك والله ما شفت تعليقك، عيوني انت اعتذر من عندك. 13 غرام، هاي المحمدية 13 غرام و220 سعرها 900، اي 900. هاي المحمدية سعرها 900. علي الزعيم عندكم بيج على انستغرام؟ نعم عندنا بيج على انستغرام، وعندنا هاي المحمدية، شوفوا لي هاي المحمدية، هاي المحمدية نشوف وزنها وسعرها انا وياكم. هاي وزنها 13 غرام و490 سعرها 915،
هاي سعرها 915. شلون توصل التراش يا عيوني انتي؟ اي قطعة تعجبكم هنا تقدرون تطلبوها على البيج وندز لكم اياها توصيل، توصل لحد عندكم وين ما كنتوا، توصل بكل محافظات العراق من الشمال والجنوب عندنا خدمة توصيل. عندنا هذا الزنجيل اللي قلت لكم عليه اللي نشيل بيه شايلين بيه اوزان اللي هو الايطالي اللي رادوا 3 غرامات تقريبا. طبعا هذا الزنجيل الايطالي 3 غرامات، 3 غرامات و16 سعره 250 الف، ال 3 غرامات سعره 250 الف. ومثل ما قلت لكم موجود بكل الاوزان، هذا الزنجيل الايطالي موجود بكل الاوزان وبكل الاطوال، يعني تردونه قصير او طويل عادي ماكو اي مشكله. زين رابط البيج وين القى؟ علي الزعيم عيوني انت، يعني حتى بدون رابط تقدر تكتب صياغه جودي راح يطلع لك. لبنى يرزق الجميع عيوني انت نورتينا عمري. زوجي عافيتي بيش المثقال؟ المثقال يوم 320 بيع و310 نشتري من عندكم. ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا هي فقط 4000 على غرام. اليوم مثقال ب 320 بيع و310 نشتري من عندكم. عندنا خدمة توصيل كل محافظات العراق وين ما تكونون، من الشمال للجنوب. مكانكم وين؟ سجاد، سجاد مكاننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. ابو السيس ردوا على تعليقات عيوني انت، شنو سؤالك بس؟ والله العظيم مدى اشوف تعليقك ولا اكثر تعليقات الحق عليها مدى اشوفه، اعتذر جدا من عندكم. السور اللي اني لابسته سعره مليونين و950 الف، سعره مليونين و950 الف. اشوفكم اللي البتوت، تمام عندنا هاي البتوت اللي دا يطلب على بتوت قبل شوية. طبعا انا عرضت مجموعة من البتوت كلش هواية بس اكو قسم ملحق على البتوت. نشوف ذوي البتوت، شوفوا ذوي البتوت، حاسة تحشن علي. شوفوا لي ذوي البتوت، انطيكم وزنهم وسعرهم. اللي سأل طبعا على بتوت ناعمة دولي، وتقدرون تاخذونهم سكرين، اي قطعة هنا تعجبكم تقدرون تاخذونها سكرين وتدزون اياها، ندز لكم تفاصيلها على الخاص كوزن وسعر. هاي وزن دولي بتوت وزنهم 63 غرام و990، سعرهم 4 ملايين و350 الف، سعرهم 4 ملايين و 4 ملايين و350 الف. اشوف هذا المحبس، ذول مجموعه من المحابس اللي ما شوفتهن لكم، اشوفهم لكم باللبس. شوفوا لي هذا المحبس وراح نشوف وزنه وسعره وتدللون. هذا المحبس وزنه، اشوفكم وزنه، وزنه 6 غرامات، 6 غرامات و560، سعره 445 الف، 445 الف. شكرا صدق تعبت. المحبس سعره 445 الف. شنو فصل هذا المحبس؟ نشوف طبعا هذا ما بي وزن، فنشوف وزنه انا وياكم. هذا المحبس وزنه 5 غرامات و140، سعره 350 الف، سعره 350 الف. همسات الحياة صاعد لو نازل الذهب؟ عيوني انتي الذهب نزل لان كان تقريبا 335 وهذا صار 320 المثقال. عندنا هذا المحبس هم شوفوه باللبس، يعني كلش حلو وكلش مرتب. مثل ما قلت لكم اي قطعه هنا تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين وتدزون اياها على الخاص، ندز لكم تفاصيلها كوزن وسعر. هذا المحبس نشوف وزن هذا المحبس 6 غرامات و500، 440 الف.
440,000. شوفوا لي هاي القلادة، يعني هاي القلادة كلش ناسكة وكلش حلوة. شوفوا هاي القلادة يعني كلش ناسكة وشي كلش حلو. نشوف وزنها وسعرها أنا وياكم. وزنها 10 غرامات و150، سعر وكل استفسار عندكم فلنا راح ننهي البث وياكم، واعتذر جدا من عندكم على اللي ما جاوبته. اللي ما جاوبته اعتذر كلش من عنده. ان شاء الله بالايام الجايه هم راح نفتح بث ونجاوب على كل استفساراتكم وكل اسئلتكم. واللي عنده اي استفسار اي سؤال يخص الذهب يقدر يراسلنا ونجاوبه ويدلل من عيوننا. اللي هنا مع السلامه، تحياتي لكم.